في حاجة يا شمشيرجي ياسين؟ هو الخديوي رجع؟ شمس قديم، انت ما عندكيش اصول. المفروض اخلاقيا وادبيا لما تشوفيني تقومي تقفي. انت ناسه ان انا هنا الوصيفه الاولى للسراي، وانا قديم الخديوي الاولى، وبعد 9 شهور هبقى اميره الخديوي الاولى. منطق غلط. انت هنا قديم وهتفضلي شمس قديم، ولعلمك كل سنه هنا في قديم جديده. بلاش يركبك الغرور وتصدق نفسك يا حلوة. هنشوف يا قوت القلوب، هنشوف. بقولك ايه، كلام كتير مش عايزة، وخليك محترمة. احنا عايزين نجهز بسرعة جناح صفيناز هانم، حرم خديوي معظم. لا يا حبيبتي، انا مش هبلع عشان تدخل علي حكاياتكم القديمة دي. انا بنت شوارع واعرف كل اللي بيتحاك من حواليا. كويسك انك احترفت ان انت بنت شوارع. اتفضلي اتفضلي اخرجوا من غرفة الاميرات، ورجع الحرام لك بنات الشوارع اللي زيك. اخرسي! انا الخديوي طلب مني استنى هنا، وانا بقى مش هخرج من هنا غير على جثتك انت. الخديوي طلب نجهز جناح لصفيناز هانم، مفهوم؟ انت كدابة. انا مش كدابة، انت اللي بس مش محترمة. لا بقى، انت كدابة ونص كمان. شمس قديم، اخرجوا بسرعة من غرفة اميرات، وإلا هبعت أجيب أمين جناح الخديوي وأخلي العساكر يجرجروكم من شعرك زي الكلاب. طب اعمليها بقى يا قوت القلوب. بس حضرة قوت القلوب، اسمحي لي بصفة شمشيرج الخديوي والمسؤول عن جناحه أنفرد دقايق مع شمس قديم. مفيش وقت يا شمشيرج، مفيش وقت. هما 2 دقيقة وخلص بسرعة، احنا ورانا شغلنا ورانا تكليف. حاضر. فقيرة، أنا مش خارجة. انت عارف ان الوالده باشا هي مسلطاها عليا. انا لو خرجت من هنا ربنا يعلم انا هبات فين. دول زمانهم حفروا قبري. اسمعيني يا بنتي، وفهمي الكلام اللي هقوله ده كويس قوي، لاني مش هعيده تاني. الخديوي قلبه معاكي، وارجوك يا بنتي ما تخربيش بيتي. الوالده باشا والهوانم اللي معاها هيطينوا عيشتي لو عرفوا انك رفضتي تخرجي. اسمعي مني، لو خرجوكي من هنا وودوكي فين هيطلبك. خليهم يغلطوا فيكي، هيحبك اكتر. لو فضلتي تعندي وتتمردي وتفضلي تحت عينيه طول الوقت هيخلص الهوى. صدقيني انا شفت قادينات كتير اكتر من شعر راسي، وكلهم انتهوا انهاهم الغرور. خليه بات مع مراته ليله، ومع مراته التانيه الليله اللي بعدها. قد ما تغيبي وتعوقي هيشتقلك. الخديوي كده انا عارفه، انا مربيه من وهو عنده سنه. ليش اي حدا قديم؟ موتك رغبه كل اللي في حرمتك واللي في السرايا كمان. اغا عثمان وكلمامي واشرقت سجنوا علشانك، وبكره الصبح هيتنفس فيهم حكم الاعدام. لازم الخديوي ياخد خبر الليله. خلي بالك قبل ما تاكلي وتشربي اي حاجه، دي توصيه اغا عثمان.